إنها أفضل انطلاقة لدانفر ناجتس بأربعة انتصارات دون هزيمة منذ أن فاز بخمس مباريات متتالية في بداية موسم 2009-2010. متصدر المنطقة الغربية تغلب على ضيفه ساكرامنتو كينجز ب 126 نقطة ل 112 محققا 10 انتصارات متتالية على أرضه منذ الموسم الماضي، حيث تجاوز ثمانية من لاعبيه حاجز العشر نقاط، وكان جمال ماري الأفضل لديه ب 19 نقطة، كما تألق نيكولا يوكيتش بتسجيله 14 نقطة مع 12 متابعة. وفي لقاء آخر حافظ أيضا ديترويت بيستنز على سجله خال من الهزائم بثلاثة انتصارات بفوزه في الوقت القاتل على الضيف فيلادلفيا 76رز ب 133 نقطة ل 132 بعد التمديد، وذلك كله بفضل بليك جريفن الذي كان رجل المباراة بلا منازع. مجريات الأربعة الثلاثة الأولى جاءت لصالح فيلادلفيا بفضل أحسن مسجليه في اللقاء جوال إمبيد ب 33 نقطة وجي جي ريدك ب 30، وهو غاب عنه نجمه بن سيمونز بسبب آلام في الظهر، ليدخل ديترويت الربع الأخير متأخرا بفارق 7 نقاط، إلا أن جريفن نجح في قلب الأمور بتعديل النتيجة قبل أقل من ثانيتين على النهاية وحسم الوقت الإضافي بفارق نقطة واحدة، ليحقق جريفن رقما قياسيا شخصيا بتسجيله 50 نقطة في اللقاء إلى جانب 14 متابعة وست تمريرات حاسمة، وهو أول لاعب في فريقه يسجل هذا العدد من النقاط منذ أن حقق ريب هاملتون 51 نقطة عام 2006. هذا وقد أنتوني ديفيس نيو أورليانز بيليكانز للفوز على ضيفه لوس أنجلوس كليبرز ب 116 نقطة ل 190 نقاط بفضل مد جماعي وتسجيل أربعة من لاعبيه 18 نقطة على الأقل، على رأسهم ديفيس ب 34 نقطة مع 13 متابعة، حيث شكل الربع الثالث نقطة تحول لصالح أصحاب الأرض بعدما كان كليبرز بقيادة توبياس هاريس متقدما بفارق 3 نقاط مع نهاية النصف الأول.